خير، هنشوف المحاضرة الأخيرة الخاصة بالانحدار الخطي البسيط. احنا بدأنا في الانحدار الخطي البسيط المرة اللي فاتت، وقلنا إن في حاجة اسمها نموذج محدد ونموذج احتمالي، وعايز أعرف الفرق بينهم. تاني حاجة قلنا الفرق بين الارتباط والانحدار إيه؟ الارتباط بيبين قوة واتجاه العلاقة، أما الانحدار بيقدر علاقة الانحدار، تقدير أو التنبؤ بعلاقة الانحدار. دول برضه اللي بنتعرف. أنا في المحاضرة اللي فاتت شكل الانتشار ما قلتوش، قلت سيبه دلوقتي. لا، تعالى نشوف كده مسألة بقى شاملة مهمة. تمرين اهو، وعايزك تخلي بالك من المسألة دي. إذا كانت شركات التأمين، ده تمرين، تعطي خصما في تأمين السيارات يتوقف على خدمة سائق السيارة، ودش كده المهم مديك عدد سنوات خبرة السائق اللي هي سين، ومبلغ قسط التأمين هو ص. أول حاجة ارسم شكل الانتشار بين سين وص. أولا شكل الانتشار ده اسمه سكاتر دايجرام، شكل بيوضح العلاقة بين سين وص، علاقة طردية ولا عكسية. نشوف لما تيجي ترسم المحور الأفقي هتخليه س، والمحور الرأسي هتخليه ص. لما س باتنين ص بكام؟ 8. لما س باتنين ص بكام؟ ب8. بص عملت أول نقطة فوق خالص أهي، وهكذا. بص كده، لو أنت بصيت على منظر النقط هتلاقي النقط نازلة لتحت، يبقى واضحة قوي إن العلاقة بين س و ص لو كده اسمها علاقة عكسية، لو كانت النقط في تزايد طالعة لفوق يبقى علاقة طردية. واضحة قوي. بص، أول نقطة فوق خالص، النقط اللي بعد كده نازلة 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 وهكذا، يبقى دي اسمها العلاقة العكسية. يبقى الهدف من شكل الانتشار بيقول لي إن العلاقة طردية. تقدير علاقة الانحدار، قلنا علاقة الانحدار عشان أقدرها، أنت عارف علاقة الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س، اديتك ثلاث خطوات عشان تجيب بيهم علاقة الانحدار. أول خطوة أجيب ب، ثاني خطوة أجيب أ، ثالث خطوة أكتب المعادلة وأروح شايل الألف كاتب قيمتها، شايل الب كاتب قيمتها. ب أهي أول حاجة جبت ب، مج س ص، أحفظ القانون، مج س ص ناقص مج س في مج ص على ن على مج س تربيع ناقص مج س الثلث تربيع على ن، جبت ب. بص حتى ب طلع ب بالسالب، لو ب طلعت بالسالب معناها إن العلاقة عكسية، لو ب طلعت بالموجب معناها العلاقة طردية، زي معامل الارتباط بالظبط. وأنت أصلا من شكل الانتشار عرفت إن شكل النقط واخد شكل العلاقة العكسية، عشان كده بيطلع بالسالب. ولو نفس المسألة جبتها لك وقلت لك هات لي معامل الارتباط بيرسون بين س و ص، ما هي نفس الأرقام س و ص ونفس الجدول اللي عملناه. عملت جدول، عملت فيه خانة اسمها س ص، عملت خانة اسمها س تربيع، عملت خانة اسمها ص تربيع، وعوضت في قانون معامل الارتباط، هيطلع معامل الارتباط بالسالب لان العلاقه عكسيه. يبقى معامل الارتباط لو طلع بالسالب هتلاقي قيمه ب هتطلع بالسالب، هتلاقي شكل الانتشار شكل النقط واخده نازله لتحت، يبقى علاقه عكسيه. تاني خطوه جبت ا، ادي ا نفس قانون ا، مج ص على ن ناقص ب مج س على ن، وبعدين عوضت في معادله الانحدار ص ه بتساوي أ زائد ب س، شلت الألف كتبت قيمتها، شلت الب كتبت سالب 298. طيب
سيبك من تفسير ألف وب، خش بقى إيه طالب منك حساب الخطأ المعياري للتقدير. الخطأ المعياري للتقدير القانون بتاعه جذر التربيع مج ص تربيع ناقص أ مج ص ناقص ب مج س ص على ن ناقص ح. مج ص تربيع عندك خانة اسمها مج ص تربيع 192 ناقص أ، أ اللي أنت جبتها 8560 مج ص اللي هي 30 ناقص أدي ناقص، والب بسالب 298 من أ. مج س ص عندك 223 على ن خمس قيم ناقص 2 تطلع الخطأ.